وسهلا يا مرحبا واخيرا اجتمعتوا كلكم مع بعض. لا 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 ما صدق فاينلي ما صدق فاينلي اخيرا التقيت فرشا. هلا بالاحمر هلا تفضلوا تفضلوا تفضلوا. اهلا وسهلا كيف حالك؟ يا هلا والله سيد زواج يا جماعه. الليلة اجتمعنا كلنا علشان نختم معاكم سنة 2022 واللي إذا تذكرون بدأت بترند أغنية الغزالة رايقة. الليلة حلقة غير عن كل الحلقات، حلقة حصاد سنوي نستعرض لكم من خلالها أشهر مقاطع الفيديو اللي كانت ترند على مدار 12 شهر. رح نمر على أهم الترندات اللي مرت علينا بترتيب الأشهر. بالتأكيد سنة 2022 كانت مختلفة عن كل السنوات، سنة عشنا فيها أحداث كثيرة، أحداث تبقى مخلدة في الذاكرة ما ننساها، ومواقف ممزوجة بالمشاعر والحزن والضحك والفزعة والطرب. أرحب برشا، سام، نواف، سارة. هلا فيكم. هلا اول مره تجتمعون مع بعض. يس. احلام العصر يا جماعه. الله يستر من هذه الحلقه. بس لحظه، نرمين مو حاضره معانا بالجلسه ولكن عندها شيء تبي تقوله لكم. سلام عبد المحسن، رشا، ساره، نواف، سام، كلكم وحشتوني مره، وحشني البرنامج. سلام لكل فريق عمل برنامج وش صاير، المتابعين ومشاهدين البرنامج. كان ودي اني اكون معاكم في هذه الحلقه اللي هي تعتبر حصاد الموسم، لكن ظروف التصوير والعمل ان شاء الله مسلسل راح تتابعونه على القناه السعوديه في عام 2023، مسلسل جميل ظريف انتظرونا فيه. وحابه اقول لكم بدايه العام الجديد ان شاء الله يا رب عام كله خير وكله سعاده وكله توفيق وكله تبشير خير. الله يرزقنا وياكم اجمل تباشير هذا العام 2023. ووحشتوني.